مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. حلقة اليوم نتكلم فيها عن الحياة في كندا، وبالذات عن موضوع تأمين السيارات. هذا الهاجس الكبير اللي دائما بفكروا فيه القادمين الجدد خاصة، وحتى اللي موجودين في كندا من فترة. طبعا وجود سيارة في كندا ليس ضروري، ولكن أنا بعتبره من الكماليات المهمة جدا 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 في ترانسبورتيشن في معظم المدن، في باصات، ولكن معظم الحالات أنت بتحتاج إلى سيارة لتسهيل حياتك، وخاصة إذا معك عائلة. إذا ما معك عائلة يعني ممكن تدبر حالك في الباصات والمترو في بعض المدن، ولكن إذا معك عائلة الأفضل يكون معك سيارة. طبعا بالشتاء والبرد بدك تروح تعمل شوبينج، كل هاي الشغلات، تركب بالباص، تستنى الباص، كل هاي الأمور ممكن تأثر عليك خاصة إذا معك أطفال. فالأفضل يكون معك سيارة. في النصيحة يعني يكون معك سيارة رخيصة جدا في البداية عشان تعرف شو السواقة في كندا، وتقدر تأخذ تأمين كويس وتعمل بيلد لتأمينك. الموضوع اللي نحكي عنه اليوم تأمين السيارة، وكيف إنه نجد فعلا أرخص أسعار. طبعا معظم القادمين الجدد بتفاجئوا في أسعار التأمين للسيارات الموجودة في كندا. بعض المقاطعات تدفع من 300 ل 500 دولار بالشهر، يعني بتكون انت شاري سيارة ب 2000 3000 دولار قديمة، بتروح دافع 300 دولار بالشهر تأمين، يعني انت بسنة بتكون دافع تأمين اكثر من سعر السيارة. ليش؟ هنحكي عن الموضوع. شو الاشياء او العوامل اللي بتنقص من سعر التأمين وممكن تنزله اقل شيء؟ كل هاي الامور هحكي عنها في هذا الفيديو، لانه جدا جدا هاجس لكثير من القادمين الجدد. خلينا نحكي انه في بعض المقاطعات، كل مقاطعة في كندا بتختلف عن الاسعار المقاطعة الاخرى، كل مقاطعة لها قوانينها. مثال انتاريو وبريتش كولومبيا يعتبروا من اكثر المقاطعات سعرا بتأمين السيارات. ليش؟ لانه هو محتكر من قبل شركات التأمين، والحكومة مش عاملة عليه كنترول. كثير من السياسيين حكوا انهم بدهم ينزلوا الموضوع ويخففوا، ولكن للأسف لم يحدث اي شيء سواء في الانتخابات الماضية أو اللي قبلها. بالنسبة لمقاطعة مثلا كيبيك، يعتبر تأمين أرخص تأمين يمكن أنا شفته، لأنه مقاطعة كيبيك التأمين بيختلف نوعه. في نوعين من التأمين، أو في تأمينين أنت بتدفعهم، في تأمين مع شركة التأمين، هذا على السيارة، أي شيء بيحدث بالسيارة، حادث، ضربة، إشي. أما اللي جوا السيارة الركاب بتأمن عليهم مع الحكومة، في مبلغ 200 واعتقد 40 دولار بالسنه بتدفعهم مع ترخيص السياره. هذول لتامين اي شخص في السياره، اي شخص سواء عليه الغلط ما عليه الغلط، ماشي بالشارع مش ماشي بالشارع، صار في حادث، الحكومه بتامن عليه. فهو كيبيك موضوع التامين بيختلف زي ما حكيت، مفصول. في باقي المقاطعات مثلا انتاريو انت بتامن مع شركه تامين على السياره وعلى الركاب، فعشان هيك المبلغ بيكون اكبر. طبعا نفس السيارة بتأمن عليها في كيبيك ب 30 دولار بالشهر، ممكن تأمن عليها في أنتاريو ب 120 دولار 130 دولار. فهو الموضوع نفس السيارة، أنا صارت معاي كانت مأمنة، وللأسف أسعار، وبنفس الخبرة وبنفس هذا، أنا شخصيا الأسعار في أنتاريو أغلى بكثير. طيب خلينا الآن ننتقل للتأمين. كيف نجد شركة تأمين؟ طبعاً معظم شركات التأمين موجودة أونلاين، تقدر تعمل في شغلة اسمها كوت، يعني تعمل تسعيرة. الأفضل تعمل كوت على مواقع بتعطيك أكثر من شركة، يعني بتعمل كومبير للشركات. من هذه المواقع ريت هب، أنا مش مدعوم من هاي الشركة ولا بعرف فيها حدا، لكن الحلو فيها انه بعطيك كومبيرزنت، يعني بقارن لك ارخص الاسعار. ريت RATE هب اتش يو بي، هذه من احد. في شركه ثانيه كمان اعتقد اسمها ريت، نسيت اسمها. المهم بيعملوا هم بيعملوا، يعني عندهم 10 15 شركه مشاركه، بعطوك ارخص الاسعار لنفس الشخص. الان في شغلات بتاثر، عوامل بتاثر كثير على موضوع اسعار التامين، عشان هيك بدنا نحكي عنها اليوم. في نوعين من التأمين، وهدول نوعين مهمين تفهمهم. في نوع اسمه two way، وفي نوع third party insurance. two ways هذا بغض النظر عليك الخطأ مش عليك الخطأ، شركة تأمين بتصلح لك السيارة وبتصلح لشركة تانية. by the way في بعض المقاطعات شركة التأمين تبعتك إذا أنت عامل حادث هي اللي بتصلح للغير،
وفي بعض المقاطعات كل واحد عنده شركة تأمين وهي بتصلح له، خلاص هو المساواة بتصير بين شركات تأمين، تما إلك خاص. الآن تو واي بارتي، خلينا نرجع لها، اللي هو تو واي انشورنس، اللي هو أنا مثلا عملت حادث لا سمح الله وعلي الخطأ، بتصلح لي سيارتي، معاي الحق بتصلح لي سيارتي، هذا تو واي. يعني بأي غض النظر، هذا خاصة للناس اللي شاريين سيارات غالية شوي بنصحهم يأخذوا هذا النوع. الثيرد بارتي اللي هو لا سمح الله انت سويت حادث والغلط منك، يعني it's your mistake، او انت داخل مثلا قطع اشارة او اشي زي هيك، شركة التأمين تبعتك ما بتتعرف على سيارتك، بتصلح للشخص الاخر، وبالتالي هذا كويس للي عندهم سيارات رخيصة شوية، لانه الفرق في التأمين ممكن يكون للنصف في حال انت يعني سيارتك مش غالية كتير، فما في داعي تسوي التو واي انشورنس. اما سيارتك اذا مهمة جدا مثلا صار حادث وبدك تصلحها، فالافضل انك تاخذ هذاك النوع من الانشورنس. الان في شغلة اسمها الديدكتبل، اللي هو المقطوع او فتح الكروكا او فتح بلوسة التأمين. الديدكتبل هذا بيعتمد عادة من 250 500 الف، ممكن تسويه ل2000. كل ما زاد الديدكتبل كل ما نزل سعر الانشورنس. اذا كل ما زاد الديدكتبل كل ما نزل سعر الانشورنس. لكن ديدكتبل معناه انه انا مثلا فتحت بوليس التامين ورحت على المصلح وقال لي تصليح السياره ب $3,000، والديدكتبل تبعي $1,000، معناها انا حدفع من جيبتي $1,000 وشركه التامين حتدفع الباقي. اذا مثلا الديدكتبل عندي $2,000، معناها انا حدفع $2,000 وشركه التامين حتدفع $1,000 اللي هم من الثلاثه. فكل ما زاد الديدكتبل كل ما نقص سعر التامين. طبعا بسالوك عن نوع السياره، وهذا شيء مهم، يعني تامين سياره من نوع مثلا او حديثه من موديل 2021، مش زي تامين سياره من 2001 او 2000 او 98. اوكي، سعر السيارة بيعتمد لونها، لأنه إذا مغري للسرقة، وأيضا البوستال كود. البوستال كود أو المنطقة اللي أنت عايش فيها، إذا في هاي المنطقة في سرقات كثير فبرتفع التأمين. يعني أنت ممكن نفس السيارة تكون عايش في مكان ثاني يكون سعرها أرخص، نفس الشخص ونفس السيارة نفس الشيء، فوجودك في منطقة معينة، هاي المنطقة إذا فيها سرقات كثيرة أو المنطقة فيها حوادث، فيها طخ، فيها اشياء زي هيك، فيها اجرام، هاي قد تزيد من سعر التامين. برضو نوع السياره، نوع السياره مهم جدا جدا جدا. في بعض السيارات مثلا عرضه للسرقه زي الهوندا سيفيك او التويوتا لاند كروزر اي ثينك اسمها، هدول السرقات شويه عرضه للسرقه، لانه بحبوهم في لما بصدروهم للخارج الحراميه والسرقين، فهدول السيارات عليهم انشورنس بيكون اعلى. في سيارات عند شركات الانشورنس كل سنه بيسووا ستاتستيك او احصائيه بالسيارات اللي عملت حوادث، فبيجدوا مثلا السنه انه دوج كارفان عملوا حوادث كتير، فبالتالي بترتفع الانشورنس على دوج كارفان. انت مش عارف ليش، لكن بيرفعوا الانشورنس على هذا النوع من السيارات. هذا مثال، فهم بيعتمدوا على كتير عوامل بنوع السيارة. رح يسألوك إذا عندك عجلات شتوية أو بتركب عجلات شتوية. طبعا في بعض المقاطعات إجباري تركب عجلات شتوية زي كيبيك، بعض المقاطعات زي أنتاريو لا، أنت حقك تركب أو ما تركب، هذا بيعتمد على شخصيتك أو على مصاريك. إذا عندك فلوس زيادة تشتري عجال شتوية فركبهم أفضل، لأنه بنزل لك تقريبا $5 ل$10 حسب سعر الانشورنس بشكل عام. في سؤال مهم جدا وهو بيعتمد عليه برضو الانشورنس، كم كيلومتر متوقع أنك تمشي في السنة؟ عادة الناس تمشي كتير في كندا لأن المسافات كبيرة، فإذا حكيت لهم 5000 كيلو راح يكون السعر غير لما تحكي عن 15000 كيلو بالسنة. طبعا هذا المتوقع، فأنت اعتمد على كم أنت حتمشي وكم متوقع أنك تمشي في السنة الأولى. ما توقع أنك حتمشي أكثر من 5000 إلا إذا رحت زرت مدن ثانية أو سافرت إلى مدن كثيرة، لكن إذا ضليتك في محيط المدينة أتوقع هذا نورمال.
طبعا راح يسالوك برضه ليش بدك تستخدم السياره، هل هي للعمل بدك تروح فيها على الشغل وترجع، او للدراسه وترجع، ام هي فقط للحياه يعني بدك تروح تشتري اكلك وترجع ولليجر. فاذا كانت للعمل راح يكون في زياده في التامين، لكن اذا حكيت لهم بس للليجر او للشوبينج راح يكون السعر ارخص. الكريدت سكور خاصه القادمين الجدد، للاسف الكريدت سكور تبعهم ما بيكون كويس. التأمين بيعتمد على الكريدت سكور. إذا عندك كريدت سكور، إذا ما عرفتوا عن موضوع الكريدت سكور، عملت حلقات كثيرة عن موضوع الكريدت سكور وقابلت مستشارين، فإذا بدكم تعرفوا أكثر عن موضوع الكريدت سكور روحوا على هاي الحلقات وافهموا كيف تبنوا الكريدت سكور، لأنه إذا عندك كريدت سكور كويس أو رقم اقتراضي جيد، عادة بكون فوق 700 فبنقص عندك الانشورنس. إذا كان عندك الكريدت سكور جديد أو سيء الانشورنس بيكون أعلى. الآن راح يسألوك عن كم واحد ساكن بالبيت، إذا أنت متزوج أو أعزب. إذا متزوج، إذا عندك أولاد بيكون التأمين أرخص من أنك أعزب. العمر، طيب طبعا فوق 25 بيكون أقل تأمينه من الأشخاص اللي عمرهم أقل من 25 سنة. مين ساكن في البيت ومعاه رخصة؟ هذه مهمة جدا. أي شخص ساكن في البيت ومعاه رخصة، بغض النظر هو مؤمن بالسيارة وحيسوق السيارة ولا لا، حيزيد التأمين. يعني ممكن يزيد التأمين إذا مثلا زوجتك معها رخصة، ضيفها، لأنه anyway تأمينها بصير، تأمينكم بصير أرخص، ممكن تدعمك شوي. إذا عندك أولاد عمرهم 18 سنة إلى 25 سنة، حتى لو ما معهم رخصة رح يزيد التأمين، لأنه بتوقعوا أنه هدول الأطفال أو الشباب ممكن يسوق السيارة في وقت من الأوقات ويسووا مشكلة. طبعا الخبرة للأسف الخبرة راح يطلبوا منك الخبرة الكندية أو الأمريكية، بيقولوا لك قديش عندك خبرة في أسواق في نورث أمريكا. معظم القادمين جدد شهر شهرين يوم يومين، فهذه المشكلة للأسف الخبرة تبدأ من يوم تاريخك أخذك للرخصة الكندية. عشان هيك أول يوم توصل فيه تاني يوم روح قدم على الرخصة وحاول تخلص أمور الرخصة. بعض الشركات، بعضها القليل منها، القليل منها بأخذ الخبرة في دولنا، فجيب معك شهادة خبرة إن كيس، وجيب شهادة من الانشورنس اللي أنت كنت معاه إنه ما عندك ولا كليم سابق. عادة ما بأخذوا بالخبرة بخارج دول عربية إلا شركات قليلة، من رحم ربي ممكن يساعدوك في هذا الموضوع. الكوفرج تبعك، يعني قديش أنت بدك تغطي الانشورنس. عادة الانشورنس بيكون من 1 لـ 4 مليون، أرخص إشي بيكون 1 مليون، إنه إذا لا سمح الله صار واحد عنده وفاة، صار عنده إشي، فكل هذا الموضوع بغطوا لك إياه بواحد مليون. المتوسط 2 مليون، لكن طبعا بزيد السعر كل ما زاد الكفرج أو الانشورنس تبعك بزيد السعر. ممكن تزيد شغلة اسمها theft and fire، في حال لا سمح الله سيارة واقفة وصار فيها حريق، فهذا ممكن تزيده. تزيد برضو طبعا إذا ما زدته بنقص من الانشورنس. الثفت، السرقة، في حال السرقة كانت السيارة موجودة في حال السرقة، بالإضافة للغلاس. عادة معظم الشركات بتضيف هذه أوبشن، يمكن $5 بتضيفه إذا لا سمح الله انكسر الأزاز زجاج السيارة، سواء الأمامي الخلفي، بحادث بغير حادث، هذا بيعوضوا لك إياه أو لا. الشغلة الثالثة راح يسألوك إياها، هل السيارة راح تصفها في البيت داخل جراج ولا خارج؟ إذا بتصفها داخل جراج أكيد راح تكون راح تنزل من التأمين، لأنه إذا بتصفها داخل جراج بكون مش عرضة للسرقة أول إشي، ما بتكون عرضة للرياح والشجر اللي تساقط عليها في حال لا سمح الله صار إعصار أو شيء، وبالتالي هي أقل للدمج. ايضا يعني حالات السرقه بتكون اقل شيء، في اكثر شيء بتكون في السيارات اللي خارج او خارج الكراج ومش مسكر الكراج. فاذا كان عندك كراج احكي لهم، هذا راح ينزل من الموضوع. الان في حال السفر، في بعض الشركات خاصه اذا مسافر لمده شهرين ثلاثه خاصه فتره الصيف، في بعض الشركات ممكن يوقفوا لك التامين ويخلوا فقط التامين في حال السرقه. هذا كويس لأنك مش هتسوق السيارة، فبالتالي حاول تسوي هذا النوع من أنواع التغيير في حال أنك سافرت لمدة طويلة. اسأل شركة التأمين عن هذا الموضوع. الشركة، الشيء الثاني اللي بدي أحكي عنه، أنه في حال صار لما سمح الله حادث
اوكي الحادث في عندهم اوبشن بتضيفه اعتقد 3 الى 5 دولار بالشهر اللي هو فيرست باردن، انه لا سمح الله صار حادث بسببك بعافوك من رفع الانشورنس. شو بيصير؟ خلينا اشرح لكم اياها اكثر. عاده اذا انت عملت لا سمح الله حادث وعملت كليم، اوكي شركه الانشورنس لانك انت صرت عامل مشكله يعني بيعتبروك، بيرفعوا عليك الانشورنس في السنه القادمه، ممكن يرفعوه 40 دولار 50 دولار 30 دولار 100 دولار حسب المبلغ اللي انت عملت عليه كليم. اوكي واذا انتقلت لشركه ثانيه راح يصير عندك كليم بتاريخك لمده 7 سنوات اعتقد في من شركه لشركه، وثلاث سنوات بنفس الشركه، هذه الفتره اللي موجوده في انتاريو وكل مقاطعه لها فتره. المهم الكليم هذا بضل عندك 3 سنوات، فرح يرتفع سقف التأمين. فالأفضل يا جماعة اللي عامل حادث بسيط ومش مستاهل شحط شغلة ما يعمل كليم، لأنه رح يرفع عليك التأمين. إلا إذا كنت عامل هاي الباردن، يعني هم بيسامحوك في أول حادث. في منهم بعض الشركات تعطيك باردن لحادثين، في بعض الشركات لثلاث حوادث، بس كل ما زاد هذا الموضوع كل ما زاد سعر التأمين، لأنه بضيفوها على سعر التأمين. الآن الدفع، معظم شركات التأمين تبعت السيارات في عندها نوعين من الدفع، يا بتدفع سنوي يعني بتقول لك تعال ادفع لي 5000 دولار للسنة كاملة، أو ادفع شهري. الآن معظم الناس بحبوا شهري، لكن بدك تنتبه من شغلة، كتير شركات مثل التي دي وشركات ثانية بتطلب أو بتحط percentage اللي هو نسبة 2% 3% زي فائدة على الدفع الشهري. فإذا أنت بتدفع سنوي ما حيحطوا عليك هذا المبلغ، إذا بتدفع شهري لو بتحسبهم مع بعض بطلع عليك أنت دافع أكثر من المبلغ السنوي. فبدك تسأل الموضوع هذا. في النهاية آخر شغلة بدي أنصحكم فيها، في طريقة أخرى إنكم تجد تأمين رخيص، تروحوا على بروكر لعدة شركات. هذول البروكرز الحلو فيهم إنه عندهم أوبشن إنهم يدوروا لك على مثلاً 60-70-50 شركة، بكون عندهم تأمين، عندهم سيستم خاص فيهم، ومفروض هذا البروكر إذا بروكر كويس صراحة إنه يجد لك أفضل أرخص تأمين، لأنه من هدفه أنه أنت تجيب له أصحابك وتيجي أنت مرة ثانية والسنة اللي بعدها. بعض البروكرز للأسف أنا بحكيها وهاي بوجه البروكرز، أنه بصير ينتبه لمصلحته الخاصة، بقول أنا لا أنا أفضل أنه أعطيه مثلا سعر أكبر مثلا 3000 لأنه نسبتي 10% فحاخد 300، إذا أعطيته أبو 2000 حاخد 200 دولار. فإذا عندكم بروكر كويس تمسكوا فيه وانصحوا فيه الناس. للأسف أنا تعاملت مع 2 بروكر وكلهم كانوا سيئين، كنت أجد أنا أسعار أرخص في السوق من اللي يعطيني إياه البروكر، أحكي له أنت يعني كيف تعطيني أسعار. للأسف بعض البروكر في منهم من بتورونتو أنا تواصلت معهم، لما أنك أنت في أنتاريو بتقدر تتواصل مع أي بروكر في نفس المقاطعة. هاي وجه الضيف، يعني تبعت له الأوراق وتبعت له كل شيء ولا حتى يجاوبك، فيعني أنا مش عارف هم ما بدهم بيزنس أو ما بدهم شغل. للأسف 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 هذول البروكرز كانوا أسوأ ناس تعاملت معهم. 4-2 منهم أعطوني أسعار غالية جدا، واثنين للأسف ما كانوا يردوا أصلا. أوكي كل شيء تتصل فيه قل له بعد أنا ضايل لي أسبوعين لهذا، قل لك خلص أنا ببعث لك الكوتيشن وما يبعثوا أي شيء. هاي بعض النصائح للقادمين الجدد خاصة في موضوع تأمين السيارات، إن شاء الله تستفيدوا منها. ادعونا، إذا حبيتوا هذا الفيديو اعملوا له شير واعملوا سبسكرايب للقناة، ادعمونا. أهم شيء أهم إشي ما بدي الشير ولا السبسكرايب، أهم إشي بدي دعائكم لي ولوالدي كما ربياني صغيرة. ربي يغفر لهم، ربي يغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرة. نراكم في حلقة قادمة ولا لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.